في الشهر المبارك الكريم حبت المؤسسه الاستشفائيه بفرد الجزر والتي اصبحت سنه حميده يعني في الصلاه تقام هذه التظاهره او الاحتفاليه عمود ختام الاطفال قد شاركت في مجموعه من الجمعيات بالاضافه الى مجموعه الشؤون الدينيه ولم تتعامل صلاه الصلاه في المؤسسه الاستشفائيه بفرد الجزر والمستشفى الوحيد اللي هو اللي دائما يدير الختام. احنا ما زالت العمليه متواصله. وذلك بوجود مجموعة من الجراحين الاخصائيين في جراحة الأطفال، هذه مشاركة جميلة للمرضى الأساسيين. شكرا، بارك الله فيك.